لما ابونا يجي يرشم التواني الشمامسة لازم ياخدوا اذن وحل قبل ما يلبسوا، وهما بيلبسوا بيفتكروا الآية الجميلة اللي بتقول أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، يبقى قدام ربنا يسوع كلنا لابسين أبيض زي الملائكة عشان نفرح بحضور ربنا وسطينا. أبونا بيجي يفرش المذبح كأنه بيستقبل ربنا يسوع، وهو بيفرش بيصلي صلوات سرية. أبونا بيجي يغسل إيديه 3 مرات عشان يعبر عن التوبة اللي جواه ويطلب من ربنا يديله نعمة يصلي. أبونا بيختار الحمل، بياخد حمل بلا عيب من وسط كل القربانات اللي قصاده، وبعدين يحط نقطة من الأبركة على القربان. كمان اللفايف اللي حوالين الحمل بتفكرنا بالأقماط اللي اتحط فيها ربنا يسوع أو الأكفان اللي اتحطت وقت قبره. أبونا بيرفع الحمل فوق راسه وينحني، وكل الشعب يوطي راسه زي ما عمل سمعان يا شيخ، ويقول مجدا وإكراما إكراما ومجدا. أبونا بعد كده يبتدي يصلي صلاة الشكر، وهو بيحط الأبركة في الكاس عشان يحضر المائدة للصلاة بعد كده. بعد ما يخلص صلاة الشكر أبونا بيغطي المذبح بالأبوسفارين اللي يمثل الحجر اللي على باب القبر بعد دفن ربنا يسوع. أبونا لما يطلع بره الهيكل بيدي الحل لكل الحاضرين، إن كانوا شمامسة أو شعب أو إخواته الكهنة، وهو كمان يقول وضعفي، لأن الحل من فم الثالوث الأقدس، من فم الكنيسة، من أبونا البطرك. أبونا بعد كده بيحط بخور في الشرية قبل وقت قراية البولس عشان يفكرنا أن ربنا يسوع حاضر وسطينا على شكل البخور اللي احنا بنشوفه، والبخور ده بيشيل صلواتنا وصلوات القديسين اللي احنا مش شايفينهم للسماء، وينزل أبونا وسط الناس، يلف وسط الناس يشجعهم على التوبة والاعتراف، وياخد كل خطاياهم ويرجع بيها يحطها على المذبح مرة تاني. الشمامسة بيقروا البولس، جزء من رسائل بولس، وبعدين يقروا حتة من رسائل الكاثوليكون اللي هي رسائل الجامعة بتاعت يعقوب، وبطرس 2، ويوحنا 3، ويهوذا 1، وبعدين الشماس الأخير ياخد حتة من سفر الأعمال الإبراكسيس ويقراها، وبعد كده يصلي أوشية الإنجيل استعداد لقراية الإنجيل عشان يطلب من ربنا أن كل واحد قلبه يتفتح ويسمع صوت ربنا وتتغير حياته بالتوبة. والمزامير دايما تسبق الإنجيل لأنها نبوات عن المسيح له المجد والخلاص اللي جابه لنا، والإنجيل بنختار حتة من الأناجيل الأربعة كل مرة تناسب بقية القرايات وتعلمنا درس جديد. يقفوا الشمامسة حوالين المنجلية كل واحد ماسك شمعة عشان يفكرنا أن الإنجيل ده هو اللي بينور حياتنا. أبونا بيسجد قدام المذبح كتير قوي لأنه دايما شايف المسيح على المذبح، شايف العرش الإلهي، وبيصلي وقت قراية الإنجيل أو بعديه 3 أواشي كبار، أواشي يعني طلبات. يغسل إيدي أبونا مرة تاني وقت قانون الإيمان عشان يقول كل واحد فينا مسؤول عن إيمانه، عشان كده بينفض إيديه قدامنا يقول حسب، لو واحد فيكم إيمانه مش مظبوط ما يتناولش. يا الله العظيم الأبدي. صلاة الصلح بتفكرنا أن ربنا يسوع تجسد عشان يصالحنا بالسماء، وخلى الأرض والسماء حاجة واحدة. الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسار. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية. بمسرتك يا الله. الجزء الثاني من صلاة الصلح بيطلب أن ربنا يملأ قلوبنا بالسلام اللي هو جابه لنا من السماء، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر
الملبسين الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، كي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الماء السمائيان، بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرأس، قفوا برعدة وإلى الشرق ظروفا ننصت بشفاعة والدة الإله القديسة مريم. يا ربنا املانا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحة أزبي. أبونا كأنه بيقول لكل الشعب ربنا معاكم، دي فرحة كبيرة. قربوا من المسبح، يقول للشمامسة صلوا من قلبكم، احنا قدام ربنا. قلوبكم هي عند الرب. وبعدين بيرشد نفسه ويقول له يا رب مش عارفين نشكرك ازاي انك بقيت وسطينا. حق وعادل، هيبتدي يقول زي الملائكة مستحق وعادل، مستحق وعادل، مستحق وعادل، زي ما سمعنا الملائكة بيقولوها في سفر الرؤيا. فبقينا كلنا شبه الملائكة دلوقتي واحنا واقفين قصاد ربنا يسوع. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق، الكائن قبل الظهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحرات وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس قفوا، الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة، الرياسات والسلطات والكراسي، الأرباب والقوات، وإلى الشرق انظروا. أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون أعينان، والسرافيم ذو ستة الأجنحان يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين. الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يسبحونك صارخين قائلين: قدوس 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 رب السباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. أجيوس. أبونا كمان يقول أجيوس ويرشم نفسه مرة، ويرشم الشمامسة والخدام مرة، ويرشم الشعب كله مرة بكلمة أجيوس، كأنه بيقول له يا رب قدسني وقدس كل الخدام
وقدس كل الشعب بالقداسة اللي فيك عشان نبقى قديسين زي ما انت إلهنا قدوس. أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، عندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. آمين. تجسدان وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، أنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. وقانا آمين. وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، رسم يوما للمجاذاة، هذا الذي يظهر في اليدين المسكونة بالعدل، يعطي كل واحد كنحو أعماله. برحمتك يا رب وليس كخطايا وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما هو أبونا يحط بقى يدي فوق الشرية عشان يقول بصلوات القديسين، غيرني يا رب عشان أقدر ألمس أسرارك. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين الموحيتين، ومن أن هذا هو بالحقيقة آمين، ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد وشكر آمين وبركه آمين وقدسه آمين. نؤمن ونعترف ونماجد. بعدين يقسم القربانة من فوق لتحت تلت على اليمين وتلتين على الشمال، وبعدين يعمل حتة فوق كأنها رأس الحمل وحتة تحت كأنها أسفل الحمل. عنكم وعن كثير يعطى لمغفرة الخطايا، هذا صنعوه لذكري، هذا هو بالحقيقة آمين. أيضا بعد العشاء كمان بيشاور على الكاس ويصلي شكرا وبارك وقدس وباركها آمين وقدسها آمين. وأيضا نؤمن ونعترف ونماجد وأذق
أعطاها أيضا لتلاميذه القديسين رسلي الأطهار قائلا: خذوا الشراب منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثير يعطى لمغفرة. كمان أبونا بيفكرنا باللي قاله ربنا يسوع ليلة العشاء الرباني لما قال: هذا اصنعوه لذكري. وإحنا الذكرى هنا مش حاجة بالعقل، يعني نفتكر حاجة حصلت، الذكرى يعني إحنا بنعيش نفس اللحظة اللي كان فيها ربنا يسوع وسط تلاميذه، وهيبقى نفس الجسد اللي خدوه تلاميذه، هو نفس الجسد اللي على الصليب، هو نفس الجسد اللي قام بيه وصعد بيه وجلس بيه عن يمين الله. كل مرات تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي. آمين آمين آمين، بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف، نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله. نحن أيضا نصنع ذكر آلامي المقدسة وقيامتي من الأموات والصعود إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الأب وظهوري الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء ماجدا. نقرب لأقربينك من الذي لك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال. شماس بعد كده يصرخ فينا يقول: اسجدوا لله بخوف ورعدة عشان كلنا نستعد للحظة الخطيرة دي. نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك. ابرسخوا من آمين. والروح القدس يحل على الحمل وعلى الكاس عشان يتحول إلى جسد الرب ودمه بصراخ أبونا لما بيقول: هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له وهذه الكاس دم كريم للعهد الجديد. هذه الكاس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له أيضا نؤمن يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة. قبل ما نتناول أبونا بقى يحط كل طلباتنا قدام ربنا يسوع، فبنصلي سبع أواشي صغيرين مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيسة السلامة، يعني يا رب حافظ على الكنيسة وسلامة. يا رب ارحم هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام من جميع وشيت الأباء. يا رب خلينا أبونا البطرك وأبانا الأسقفة أبانا الطباوي المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا شنود الثالث. يا رب ارحم سلنا معه كلمة الحق باستقامة بهم على كنيسة استك المقدسة وقطيعك بسلام. اذكر يا رب قمامسة وشية القمامسة والخصوص والشمامسة. يا رب ارحم وكل الخدام وكل وشية الرحمة. يا رب ارحمنا كلنا احنا وكل الخدام وطهارت كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكون. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس
وكل المواضع وشيء من أجل خلاص العالم وكل ما كان في الدنيا يا رب ارحم، وشيء من أجل الطبيعة اللي حوالينا إن كان زروع ولا عشب ولا مية ولا أهوية ونبات الحقل في هذه السنة باركها يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب صدق مقدارك نعمتك فرح وجه الأرض لأرواح أرسى ولتكثر أسمار وعدة للذرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين وشية القرابين يعني يا رب اقبل من ايدينا كل اللي قدموا او تقدمت عنهم ادينا كلنا نصيب في السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا الذين قدموا ضرب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في أبونا كمان قبل ما ينولنا يفكرنا أن حوالينا قديسين عاشوا زينا وجهدوا ووصلوا وكانوا بيتناولوا وحياتهم كلها في ربنا ففكرنا بالعذراء والأباء البطاركة القدام والأنبياء والشهداء والأبرار فنبقى فرحانين بحضورهم معانا في القداس إيمان بالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة إلى القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة قديس يوحنا السابق صابا والشهيد قديس طفانوس رئيس الشمامسة والشهداء ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطريا القديس سويس معلمنا ديوسقوط قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة قديس يوحنا ذابي الفم والقديس يودوس القديس يوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس أريغوريوس صانع العجائب والقديس أريغوريوس الأرماني 318 مجتمعين بنقيا والمئة والخمسين بالقسطنطينية المئتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار الأنبا بولد ثلاث أنبا مقرى القديسين جميع أولادهم لباس الصليم أبانا أنبا يؤنس القموس أبانا أنبا بشوي البار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولد طميح أسقيلة قديسين روميان ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شيدا شيوخ شوع والقول القديس أنبا موسى ويحنس كام القس أبانا أنبا تدارس القمص أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصى تلميذه وكل مصاف قديسي كأولى الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسمى بين البطاركة القديسين الذين رقدوا الرب يريح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا أرجع
كن معنا آمين. المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نيحهم آمين. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائي. كمان لو حد من الشعب كان راح السماء قريب وحابين نفتكره في الوقت ده نقول اسمه وراء اسماء القديسين كأننا بنقول له مبروك عليك، انت بقيت زيهم، بقيت معاهم في السماء، بقيت شايف ربنا يسوع بعينيك وعقبالنا كلنا. كما كان وكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دهر الدهور آمين. واهدي ساعتها أبونا بقى يقول إيه، مش بس هم يا رب اللي وصلوا، اهدينا احنا كمان إلى ملكوتك، وبنشكرك يا رب لأنك سبتنا نقف قصادك ونرفع إيدينا ونرفع الذبيحة دي ليك. في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم ولروحك أيضا أيضا. فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع يدينا إلى أبوه ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية غير المائتة آمين. بصومة أثوة أبونا بيمسك الجسد بقى بيشيله هو خايف كده ويقول نسجد لجسدك المقدس، كل الشعب يسجد، والدم الكريم كل الشعب يسجد للدم الكريم، لأننا فرحانين إن احنا قدامنا جسد ودم ربنا. وبعدين يرشم بصباعه من الدم ويرشم رشم واحد على الجسد نفسه على شكل الصليب، يقول الدم الكريم الجسد والدم دول الأذان لمسيح الضابط الكل. السلام لجميعكم. أبونا بقى يبتدي يقسم الجسد عشان هيوزعه على الناس، وهو بيقسم بيحكي لنا ايه هو الجسد ده، ده جسد المسيح الحي اللي مات بيه على الصليب واللي نزل بيه من السماء واللي قام بيه من الموت واللي تقدم ذبيحة من أجل خلاصنا. والقسمة دي بتبقى صلاة تتغير من موسم لموسم عشان تحكي لنا اليومين دول احنا فرحانين بإيه. مرة نكون في صوم الميلاد نستنى الميلاد بفرح، مرة نكون في الصوم الكبير نتعلم الصوم والصلاة ونستنى الصليب والقيامة، مرة نكون في صوم الرسل نفتكر الآباء الرسل واللي عملوه من أجل جسد المسيح. ففي كل مرة القسمة ممكن تختلف من موسم حلو لموسم حلو في الكنيسة. ورجاء الذين يصرخون نحوه الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين الشاروبيم والسرافيم وكل الجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية. يا ليسون يا ليسون يا رب رحام. أبونا هو بيقسم
بيفكرنا بآلام ربنا يسوع اللي تعذب عشاننا، ويفصل الجزء الوسطاني اللي بنسميه الإسبادي يكون، عشان ده يمثل كأنه قلب المسيح للمجد اللي هيبقى محطوط في الكاس بعد كده. وتلاحظوا انه في الحمل حوالين الاسباديكون في 12 صليب يمثلوا التلاميذ والقربانة كلها من بره كأنها الشعب، فجسد المسيح جسد واحد وكلنا اعضاء فيه. طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا، كي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مغضي وإيمان بالأرياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت، نكسر بدلة بغير خوف نطلب إليك يا الله إلى بالقدوس الذي في السماوات، ونقول أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ود المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك ملك القوة المجد إلى الأبد آمين. أبونا بيصلي في سره صلاة اسمها صلاة خضوع للآب، والشعب كله بيوطي راسه لأن الشماس بيقول احنوا رؤوسكم للرب، وتبقى فرصة كل واحد يقول له يا رب سامحني على خطاياي، اجعلني مستحق ان انا اتناول من اسرارك. اذكر يا رب ضعفي أنا أيضا، اغفر لي جميع خطاياك، كثر الاسم تكثر نعمتك، من أجل خطايا الخاصة نجسات قلب، لا تمنع شعبك نعمة روحك، حاللنا يا رب حالل كل شعب. اذكر يا رب اجتماعاتنا بارك. أبونا يقول اذكر يا رب اجتماعاتنا، وكل الناس ترفع راسها عشان يقول هو ده جسد حقيقي ودم حقيقي، والقدسات دي للقديسين، فالشعب كله يقول له ما فيش غير الآب القدوس والابن القدوس والروح القدس، احنا ما نستاهلش نبقى قديسين. واحد والآب القدوس واحد والابن القدوس واحد وروح القدس آمين. يقول لهم السلام لجماعكم، وبعدين يصرخ تاني يقول جسد حقيقي ودم حقيقي ليسوع المسيح إلهنا، ثلاث مرات يعلن حقيقة الجسد والدم، وكل مرة الشعب كله يقول أمين بفرح. أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير هذا والجسد. في الآخر أبونا يرفع الجسد بإيده في الصينية يقول أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي أخذه، ويبتدي يحكي الحكاية تاني أن ده ربنا يسوع اللي تجسد، هو نفس ربنا يسوع اللي مات من أجلنا، هو نفس ربنا يسوع اللي هيجي في الآخر ياخدنا معه على السحاب للسماء. بإرادة وحدي عنا كلنا بالحقيقة أؤمن لاهوته لم يفارقنا سوت لحظة واحدة ولا طرفة عين، يطعن خلاصنا وفران الخطايا حياة أبديا لمن يتناول منه. أؤمن 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 هذا هو بالحقيقة أمين. شماس بيقف قدام أبونا الناحية التانية ومغمض عينيه كده وحاطط اللفافة قدام وشه كأنه مش قادر يبص على جمال المسيح اللي وسطينا، وبيقول الاعتراف زي ما قاله أبونا، يقول أمين أمين أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين. هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام، ومحبة يسوع المسيح تكون مع جميعكم، رتلوا بنشيد قائلين الليلويا
صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الذكية السمائية. يا رب ارحم. بعد ما ابونا خلص التناول رش المايه لفوق يقول لنا يلا روحوا بسلام، انزلوا الدنيا قولوا قد ايه ربنا حلو، محبه الله الاب نعمه ابنه الوحيد شركه موهبه وعطيه الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.